حبيبتي دائما دائما منورين ان شاء الله، ودائما عندنا اخبار حلوه، فخلوني اخذكم معايا اليوم في الاخبار المتداوله. من اهم الاخبار المتداوله كان خبر عن اطلاق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لاربع مشاريع كبرى في مدينه الرياض، حيث تبلغ تكلفتها 86 مليار ريال. تشمل الحديقة أو حديقة الملك سلمان والرياض الخضراء والمسار الرياضي والرياض آرت. وأكيد الإشراف على هذه المشاريع من قبل لجنة المشاريع برئاسة ولي العهد. الجميل في هذا الموضوع أنه راح تبدأ هذه الأعمال بتنفيذها خلال النصف الثاني من هذا العام. واضح أنه الرياض حتكون رياض جديدة، حتكون عندنا مشاريع كثير مختلفة ومتنوعة. انبسطت لما قعدت أقرأ عن الرياض آرت تحديدا، أنه هذا المتحف الكبير راح يكون مفتوح وراح يدعم كثير من الناس اللي دائما يحبوا يميلوا للأشياء الفنية والاستثمار، وكمان حيكون فيها أشياء مختلفة. ممكن دائما نبقى إحنا عن الاستثمار الخارجي. أكيد طبعا، أنا حبيت كثير المشاريع اللي انطلقت صراحة أو اللي دعمها خادم الحرمين الشريفين. حلو حتى حديقة الملك سلمان. بالضبط. حلو الواحد لما يدعم يعني الأشياء اللي فعلا مفيدة للمجتمع. أنا حبيت الرياض الخضراء، إنه كيف مطالبين إنه لازم يكون في تقريبا 7.5 مليون شجر في الرياض. صحيح. يمكن شوية إحنا عشان عندنا في الرياض الجو دائما يكون في عج وغبار، شوية يمكن المساحات الخضراء أو لما يكون في تشجير شوية حيحد من الأتربة أو من الجو المزعج، حيلطف الجو. بالضبط، حيلطف الجو، حيصير في نسبة الأكسجين مرتفعة، فنقدر نمشي في الشوارع، نقدر نمارس الرياضة في الشوارع. صحيح. وهذا برضه من ضمن المشاريع اللي مطروحة أو ستنفذ في الفترة الحالية. صحيح. والأجمل كمان أنه الرياض راح تتحول لمعرض زاخر بالأعمال الإبداعية اللي راح يكون كلها فيها تقريبا 1000 معلم، راح يكون كله عمل فني من فنانين عالميين ومحليين. وما ننسى كمان نركز اللي هو تشجيع على الرياضة المجتمعية اللي كنا دائما نتكلم عنها، ودائما الناس يحتاج أنه يكون عندهم مساحات للمشي وغيرها. فهذه كمان من أهم المشاريع اللي بإذن الله راح تكون موجودة في الرياض. أخذكم على الخبر الثاني كمان.